سلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبائي المتابعين والمشاهدين الأوفياء في كل مكان. تحياتي الخاصة لكم أينما كنتم في كل مكان من الوطن العربي الجميل، مصر والخليج وشمال إفريقيا. مرحبا بالجميع، تابعوا معي الفيديو لأني سأقدم لكم باقة رائعة من أجمل ما قدم القمر الصناعي أنايسات. تابعوني إلى النهاية بعد هذا الفاصل القصير. وسهلا ومرحبا بكم أحبائي المتابعين والمشاهدين الأوفياء مرة أخرى، بدون استثناء كل مشاهدي ومحبي قناة تيفي فريكونسيس، تحية كبيرة جدا مني إليكم وشرف كبير لي حضوركم وتواجدكم معي في القناة. شكرا لكل من يدعمني، شكرا لكل من يشجعني، شكرا لكل من يتابع القناة ويقدم فيها نصائح أو إرشادات أو أي شيء، المهم يترك لنا بصمة جميلة في القناة. طالما دخلت الفيديو فأكيد أكيد الريموت كنترول بين إيديك، ويلا بينا نبدأ موضوع اليوم، وهو موضوع مهم جدا 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 كما قلت لكم. باقة جميلة ورائعة نزلت على القمر الصناعي أنايسات، القنوات فعلا فعلا من اسمها لن تندم على تنزيلها ومتابعتها، لأنها أكيد من أجمل ما قدم أنايسات مؤخرا، فقط لأنه أصبح يقدم لنا قنوات رائعة شاملة، قنوات أفلام الأجنبي العربي، قنوات الأفلام العربي المختصة وقنوات الأفلام الأجنبي أيضا التي يعشقها الجميع، قنوات المسلسلات التركية التي لها بالتأكيد جمهور عريض في كامل الوطن العربي، بدون أن ننسى قنوات الرياضة التي لها مكانة خاصة عند المشاهدين. فقط تابعني واعمل إعجاب للفيديو، إن لم تكن مشتركا في قناتي فلا تنسى الضغط الآن على زر الاشتراك فضلا وليس أمر، وفعل بالتأكيد زر التنبيهات لأني أقدم كل جديد في عالم الترددات والريسيفرات بشكل يومي وباستمرار. من لديه سؤال أو أي استفسار فليتركه لي في التعليقات وسأرد عليكم بإذن الله. إذا نبدأ في إضافة تردد هذه الباقة، أولا قم بفتح القائمة الرئيسية المينيو من خلال ريموت الريسيفر، ثانيا من القائمة الرئيسية نأخذ التركيب، ثم نذهب إلى قائمة التي بي أو قائمة الترددات، ثم نضغط على الزر الأخضر في ريموت كنترول لإضافة التردد، وكما تلاحظون هو الزر الأخضر. عندما تظهر لك شاشة إضافة التردد نقوم بإضافة التردد وهو 10.853، معدل ترميز 27500 والاستقطاب أفقي H، ثم نقوم بحفظ هذا التردد، ثم نضغط على أوكي أو نعم، ثم نضغط على زر الأزرق في ريموت كنترول وهو زر البحث، وأهم شيء أن تجعل البحث الشبكي غير مفعل هكذا، ثم نضغط على موافق أو أوكي ليبدأ الريسيفر في البحث عن القنوات، وسينزل قريبا وستنزل قريبا باقة قنوات كوين على هذا التردد. أكيد الباقة جميلة، نزلها فقط ويمكن متابعتها في كل مكان من الوطن العربي لأن الحزمة عامة. أرجو أن تستفيدوا من الفيديو، أرجو أن تستفيدوا من كل فيديوهاتي، وتفضلوا تصفحوا القناة فضلا وليس أمر. شكرا لكم على مشاهدتي، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.